خلينا نشوف صفحة 60 فوق. Write the past simple of the following verbs. اللي هو التصريف الثاني للفعل. Write start. Started. ED. Jump. Jumped. Save. بنضيف لها دي اللي بتنتهي الفعل اللي بنتهي بالاي بس بنضيف له الدي لحالها. happen happened easy pass passed pick picked survive survived. هاي الافعال اللي بتنتهي بحرف الاي قلنا بنضيف لها بس الدي. الافعال اللي بتنتهي بحرف الواي وقبلها حرف ساكن تقلب الى ايش؟ اي اي دي. هذه لكن حرف عله بضل قدام حرف عله بضلها زي ما هي بنضيف لها ايش؟ اي دي بس. زي بلاي بليد. هاي كاري ايش بتصير؟ هنا بلاي ايش بصير؟ بلاي. خلينا نشوف اثنين. كاري ايش بصير؟ التصريف الثاني كاريد اي اي دي. ستادي اي اي دي. فلاي هنا هذا ما قلنا هذا لما يكون الافعال منتظمه. المنتظمه قلنا ليش تنتهي بالاي والدي في التصريف الثاني والثالث. فلاي هنا مش منتظم. ايش هي؟ فلو فلو فلون التصريف الثالث. بلاي بليد اي دي. ماري حرف ساكن ايش بصير؟ اي اي دي. لاي لا ليه يكذب. ويف ويف بنضيف دي بس. هيت هيتد او هيت بتضلها زي ما هي. هي النقطة اللي بعدها فأربعة نقطة بسيطة وسهلة ومش صعبة. عندنا الفعل used to. ايش معنى used to؟ متعود او معتاد على. used to بيجي وراها تاخذ infinitive اللي هو المصدر والجيراند لصيغة المصدر. شو الانفينيتيف؟ اللي هو الفعل الأصل. زي مثلا خلينا نقول go أو write. هنا الجيراند اللي هي إيش؟ writing. قلنا used to بتأخذ وراها بتأخذ اثنين، بتأخذ الجيراند بتأخذ الانفينيتيف. متى بتأخذ الجيراند ومتى بتأخذ الانفينيتيف؟ هنا إذا كانت الضمير مثلا هنا الضمير I أو he أو she أو it. I used to write infinitive. لكن هنا لازم يكون معها am أو is أو are. إيش تأخذ؟ الجيراند. هذه بتأخذ هذه. I ما دار في شيء am و is و are ايش بتاخذ بعد used to؟ الانفينيتيف. I used to write. I am used to writing novels. واضح؟ طيب هنا تكون ايش؟ تاخذ هذه الرايت تاخذ الانفينيتيف لما تكون العاده انتهت. هنا العادة مستمرة
ما زالت موجودة. I used to smoke مثلا in Egypt. أنا كنت متعود أدخن في مصر. إيش تفهم الكلام هذا؟ I am used to smoking. أنا مستمر لسه كنت متعود على التدخين وما زلت متعود. واضح؟ خلينا نشوف رقم 4 في سطر نهاية السطر الثاني والثالث. And they will continue. They will continue يعني العادة مستمرة. هذا حط تحت they will continue رقم 1. Or رقم 4 في السطر الثالث they will continue رقم 1 حط تحتها خط واكتب 1. They don't anymore رقم 2 but they don't anymore يعني العادة انتهت رقم 2. هنا العادة مستمرة رقم 1، هنا العادة انتهت رقم 2، وعندنا 8 أمثلة. هذا المثال تقول لي 1 أو 2 انتهت أو مستمرة. Children in Gaza used to go to school on foot. 2 انتهت. هذه ايش معناتها؟ الموضوع انتهى. أطفال غزة كانوا متعودين أن يمشوا على المدرسة. المثال الثاني نفسه. Children in Gaza are used to going. هنا الأولى أخذت infinitive، الثانية ايش أخذت؟ gerund. Go going to school on foot. هنا ايش الموضوع؟ ما زال مستمر. واضح؟ 3 على carry و carrying. Camels used to carry heavy weights. الجمال متعودة أنها تشيل أثقال ثقيلة، أوزان ثقيلة، اللي هي إيش هنا؟ 2. Camels are used to carrying heavy weights وما زالت مستمرة، كانت تحمل أوزان ثقيلة وما زالت تحمل. 5 و6 على go going. In summer people used to go to sea. في الصيف الناس كانت متعودة تروح على البحر. إيش تفهم الكلام هذا؟ إنه انتهت. إحنا الحين فترة شتاء مثلاً. لكن الثانية in summer people are used to going to the sea. الناس متعودة تروح على البحر. يعني إحنا الحين فترة الصيف والناس إيش مستمرة بتروح. Pilots شو عاد pilots هنا؟ الطيارين، لو سائق الطيارة. Pilots are used to sitting on wings. كانوا بقول لك الطيارين بيكونوا قاعدين على الجناح أو فوق الجناح. هنا كان sitting وما زالوا هي رقم 1 صح. Pilots used to sit on the wings. هنا كانوا والحين صارت لهم مقصورة لحال في بداية الطائرة. واضح الكلام هذا؟ يعني used to تأخذ إذا كان في قدامها am وإز وآر إيش تأخذ؟ infinitive. إذا قدامها am وإز وآر إيش تأخذ؟ الجرند. هذا تجيك في الاختيار متعدد. واضح النقطة هذه؟ عندنا صفحة 61 خلينا نشوف اختيار متعدد على الباست سيمبل والباست كونتينيوس. قلنا الباست سيمبل بتكون من التصريف الثاني للفعل ومنهن واز وير لما تكون افعال رئيسيه في الجمله. الباست كونتينيوس من ايش بتكون؟ واز او وير بلس فيرب بيعطيني باست كونتينيوس. ايش تعريف الباست كونتينيوس؟ اديتكم تعريفين له. مضارع تام هو زمن يعبر عن شيئين حدثان في الماضي ولكن احدهما كان في حاله استمراريه. امبارح جيتك على جيتكم على البيت وانت كنت مثلا تدرسي، كنت نايمه، كنت you were sleeping.
I came to your house yesterday, but you were sleeping. You were talking on phone. كنت بتحكي على التليفون. كنت في حالة إيش استمرارية. هاي التعريف الأول. إيش التعريف الثاني؟ هو زمن يعبر عن استمرارية حدوث شيء في زمن محدد في الماضي. امبارح الساعة 4 أحمد كان سايق السيارة. يوم الاثنين اللي فات المساء كنت بتفرج على المباراة. Last Monday evening I was watching the match. يعني حدد الزمن في الماضي. Yesterday at 4 p.m. ندى was sitting on the balcony. كانت واقفة على كانت قاعدة على البلكونة. واضح؟ يعني تحدد الزمن في الماضي. خلينا نشوف الأمثلة هنا. الأسئلة عندنا اختيار متعدد. ماضي بسيط يا ماضي مستمر. Past simple, past continuous. I watched ولا I was watching a very film, a very good program on TV last night. ليش watched؟ لأن في عندنا كلمة مفتاح للماضي البسيط اللي هي كلمة last night. While هذا حناخذها الحين. While when. While I shopped ولا I was shopping this morning, I lost ولا was losing my money. Was shopping this morning, I lost. ماضي مستمر بعدها ماضي بسيط. قلنا while. هل احنا ناخذها الحين while مع ناخذها while when. Last number C. Last week ايه الزمن ايش حيكون هنا؟ Last week the police stopped ولا was stopping Ali in his car. Stopped Ali in his car because he traveled ولا was traveling at over 100 kilometer an hour. Was traveling لأنه كان سايق بسرعة أكثر من 100 كيلو في الساعة. How did you cut or how were you cutting your finger? كيف قطعت إصبعك؟ يعني إصبعك مقطوع وجاهز خالص يعني صح ولا لا؟ يعني بتقول لواحد كيف انقطع اصبعك ولا كيف انقطع اصبعك؟ انقطع وخلص. او ما بقولوش كيف تقطع اصبعك. اخر واحدة I cooked ولا I was cooking and I dropped the knife. مدعنا ماضي بسيط قبلها ايش تكون؟ يكون ماضي مستمر او ماضي تام. I was cooking and I dropped the knife. أنا كنت بطبخ ولما وقعت مني السكينة. عندنا كمان اختيار متعدد برضو. هنا تقريبا معظمه على الماضي البسيط. عندنا 13 سؤال. They فراغ to Turkey on holiday 2 years ago. Went ليش؟ ماضي بسيط. لأن عندنا كلمة ago مفتاح. I visit ولا visited ولا was visiting lots of interesting places in 2010. ليش؟ لأنه 2010 2010 في الماضي past. 3 فراغ you اكتب كلمة you play football yesterday. You عندنا كلمة yesterday فيش في السؤال دي يبدأ did واستخدمنا did الفعل اللي يكون في الأصل. Did you play? تجيش بليز ولا بليد. The weather فراغ fine last night. The weather مفرد ولا جمع؟ Was fine last night. هنا was ايش اجت؟ فعل رئيسي في الجملة. ماضي بسيط. It فراغ rain yesterday. Didn't. It didn't rain yesterday. تكون في الماضي. I فراغ my homework an hour ago. Did هنا ايش فعل رئيسي؟ I did. I make. I made. I wrote. سوزان فراغ to Turkey by plane. راحت وخلصت. ايش هي؟ traveled. They فراغ the farm 2 weeks ago. عندنا ago
keyword ايش تصير؟ cultivated. cultivated معناتها حصدوا او جمعوا الغله او الثمار. سماح فراغ break the window. didn't. the children فراغ at home last weekend. where كانوا هنا جمع children. when فراغ you designed this great program. when did. لأن هذا البروجرام انعمل وخلص وحلو. بقول لك متى عملته؟ انعمل وخلص هو. أنا شفت النتائج. فراغ you visit your grandmother last week. did. لأنه عندنا كلمة last week. he فراغ milk at home last time. drunk. غلط. ايش التصريف الثاني للدرينك؟ drank. drink. drank. drank. هنا الخطأ هذا بسيط بس انتوا تسرعتوا. هنا النقطة اللي بعدها ده للنقط ثلاث نقاط. النقطة اللي بعدها اللي هي while when. وايل لما تكون في الوسط يكون الزمنين في نفس الزمن. الاثنين الزمن اللي هنا واللي هنا متساويات. While I was studying yesterday, my mother was cooking. لا ما while I was studying yesterday while my mother was cooking. الاثنين بيكونوا في نفس الزمن لما تكون في الوسط. هذه بدها تكون ايش؟ هذه المعلومه خليها على شقه. الحين وايل لما تكون في بدايه الجمله بيجي وراها الباست كونتينيوس بعدين بيجي الباست سمبل. وين باست سمبل قبل بعدين باست كونتينيوس. شايف القانونين هذولا؟ بدك تكون عارفينهم. خلينا نشوف عندنا تحت هنا A B C D ثلاث جمل. كل هنا كل جم كل مثال في جفي جملتين أو فعلين بدنا ندمجهم when أو while. The workers weren't working. The foreman هو رئيس العمال was talking to the to his friend. إيش هنا بدها تصير؟ مين يجمعهم؟ weren't weren't working. هنا صارت ماضي مستمر. while هنا حتنحط في الوسط لانه الاثنين الزمنين مع بعض شغالين. هما ما بيشتغلوش وهو بيحكي الاثنين في نفس الوقت. في الحاله هذه تكون while في النص مش في البدايه. لو حطيتها في البداية اوتوماتيك هنا يكون واحدة هنا تقدرش تقول توكد تحدث وخلص. طيب برضو فهم الجملة بيلعب دور. هنا الحدثين كانوا مستمرين في نفس الوقت. في الحالة هذه وايلد تكون وين؟ في الوسط. والاثنين ماضي باست كونتينيوس. He was driving to university باست كونتينيوس. The accident was occurring باست كونتينيوس.
ايش بصير هنا؟ نحط while في البداية. ها جاوبي. while the he was driving the to university نستخدم while في البداية. هاي القانون قدامك فكروا فيها. احنا هذه سيبك منها الحين. وين بنستخدم وايل في اثنين بنستخدم وايل. لا انا ما بحكيش على السؤال، بحكي هنا وين بكون اللي قبلها وباسكت. هاي صح صح مزبوط. باس كونتينيوس باس سيمبل. نستخدم يلا المثال الثاني. استخدم لي وايل في البداية. تفضلي. While he was driving to university, the accident occurred. While he was driving to university, بينما هو كان سائق للجامعة, the accident occurred. ماضي بسيط. Past simple. الحادث صار. بدك تخليه إذا هذا باص كونتينيوس الثاني بدك تحوليه لباص سيمبل. واز أكرنج إيش بيصير؟ واز أكرنج ماضي مستمر بدك تخليه ماضي بسيط أكرد. واز بلاينج بليد. طيب إت واز رينينج ذا بلين فيل داون. هنا ماضي مستمر ماضي بسيط. It was raining when the plane fell down. It was raining when the plane fell down. While it was raining, the plane fell down. The kids were not standing near the tree. الأطفال ما كانواش واقفين جنب الشجرة. The lightning hit. البرق ضرب الشجرة. While the kids were not standing near the tree, the lightning hit. ماضي بسيط. هنا while في البداية. أو ممكن أحط when في الوسط. بصير the kids weren't standing near the tree when lightning hit. أنا كمان أمثلة تانية برضو جملتين بندمجهن مع بعض بوايل أو وين. A. The fishermen weren't working. The Israeli gunships were patrolling the area. نحط هنا الاثنين في نفس الوقت شغالين. الحدثين في نفس الوقت. الصيادين ما كانوش يشتغلوا لأنه بينما كان السفن الحربية الإسرائيلية بتجول في المنطقة. while ده تكون وين؟ في الوسط. The death cases among Gaza were increasing. حالات الموت في غزة تزداد. The siege is lasting. ايش بصير هنا؟ while في الوسط بنحط بس. The fisherman's wife was crying. كانت تبكي. The reporters were talking to her. زوجة الصياد كانت تبكي لما كانوا إيش؟ الصحفيين بيحكوا معاها. يعني الحدثين في آن واحد. إيش في الحالة هذه بتكون؟ while بتكون وين؟ في الوسط. طيب. E. The fisherman was looking at the damaged boat. الصياد كان بيتفرج على بيشاهد أو بيتفرج على بيشاهد مقاربه المدمر. The reporters were talking, taking his picture. والصحفيين بياخذوا الصورة. ممكن تكون في البداية. إيش بيصير لما تكون حطها while في البداية؟ الجملة الأولى بتظلها زي ما هي والجملة الثانية the reporters
توك تي او او كي. هذول كلها عوائل الحين هنا وين نستخدم وين برضو خمس جمل. It was raining, lightning struck the tree. ايش بصير؟ نستخدم وين؟ ايش بصير وين؟ في الوسط؟ في تغيير على الجملة؟ لا، لأنه القبل ماضي past continuous واللي بعدها past simple. We were fishing, lightning struck. نفس بتيجي في طبعا في الوسط وفي شيء تغيير على الجمله لانه struck ماضي بسيط. I was sitting by the window, I heard the sound. وين في الوسط وفي شيء تغيير على الجمله لانه برضه past continuous اللي قبل واللي بعد past simple. Nobody was standing near the boat, the lightning hit. برضه وين في الوسط. We were looking out the window. We saw a flash of light. When في الوسط. واضح؟ النقطة اللي قبل الأخيرة قبل الترجمة اللي هي after and before. واضحة؟ while when يا جماعة فيها صعوبة. After and before. After إيش معناتها؟ بعد. Before قبل. هنا فهمك الجملة هو بتحدد إذا أنت ما فهمتيش الجملة مش هتحل صح. برضو فهم الجملة بيلعب دور. خلينا نشوف. شوف الأمثلة. I had met him. فراغ you introduced me. أنا قابلته. فراغ اتعرفني عليه. اللي هي قبل. Before. You introduced us. You hadn't prepared at all. We hadn't prepared at all. We took the test. احنا ما كناش محضرين واخذنا الاختبار. ايش بسوي هنا؟ Before. We hadn't prepared at all before we took the test. احنا لم نحضر حالنا نجهز حالنا قبل ما نأخذ الامتحان أو الاختبار. C. You had studied German. You moved to Germany. يجب عليك تدرس تدرس ألماني تروح على ألمانيا. قبل before. He hadn't studied Italian. فراغ he moved to Italy. هو لم يدرس إيطالي فراغ راح إيطاليا. هو لم يدرس إيطالي فراغ راح على إيطاليا. Before قبل ما يروح إيطاليا. هو لم يدرس إيطالي قبل ما يروح إيطاليا يعني راح مش عارف حاجة. هدى had finished her walk. فراغ she went to lunch. برضو before. هدى أنهت عملها قبل ما تذهب للغداء. طيب خلينا نفس المثال هذا. هدى had finished her work. فراغ she took her breakfast. After she had took her breakfast. بعد ما أخذت فطورها خلصت عملها. الواحد بفطر دائما قبل ما إيش يروح على العمل أو في بداية العمل. واضح؟ آخر إشي في الوحدة الترجمة عندنا ثلاث جمل من إنجليزي العربي وجملة من عربي لإنجليزي. الجملة الأولى The Israeli occupation forces committed a lot of massacres against our Palestinian people during and after ethnic cleansing war of 1948. قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت كثير من المجازر
ضد أبناء شعبنا الفلسطيني خلال وبعد حرب التطهير العرقي عام 1948. عيد تاني. قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت العديد من المجازر ضد أبناء شعبنا الفلسطيني بعد وأثناء وبعد الحرب حرب التطهير العرقي عام 1948. اللي بعدها. The university's celebrated its 35th anniversary last month. احتفلت الجامعة بعيدها الـ35 الشهر الماضي. بعيدها الـ35، يعني لها 35 سنة الجامعة موجودة. القبل الأخيرة A bird may be known by its song. هنا مثل songs. A bird may be known by its songs. في ترجمة حرفية وممكن ترجمة مقابلة لها. الترجمة الحرفية الطائر يعرف من صوته أو من غنائه. يعني من صوته بقدر أميز هذا إيش هو نوع هذا العصفور. إيش بالعربي؟ مقابل له مثل المكتوب معروف من عنوانه أو الكتاب معروف من عنوانه. يعني مثلا أبعث لك رسالة خرابيش في خرابيش إيش ده تكون رسالة؟ بقول لك مثلا فوق دوم تشوفيها تعزية، تعرف إنه في خبر سيء، تهنئة في خبر كويس. من العنوان تعرف ايش فيه في المكتوب. انا كتب لك مثلا فوق ان لله وانا اليه راجعون، ايش بتعرفي؟ في مصيبه صارت، واحد مات. طيب هاي العربي الانجليزي اخر واحده اجتاز الطالب الامتحان بجداره. The exam. يعني ممكن successfully. أسهل واحدة. Aptly. أو. Aptly أو deservingly. التنتين معناتين بجدارة. واحدة من التنتين. هيك خلصنا.